الحرارة، خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة كمان مع مراسلتنا سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هي متواجدة دلوقتي هناك تطلعنا كده على آخر المستجدات الخاصة بالنادي الأهلي. كمان طمنينا على حالة المرور يا سالة، وأنت رايحة النادي الوضع كان إزاي، والمحاور يعني القريبة من النادي الأهلي برضو وضعها إيه، ولو تقول لنا برضو حالة الطقس دلوقتي، يعني إحنا شفناها على الفيديو جراف ده يعني من خلال درجات الحرارة المختلفة، لكن إحنا عايزين نعرف بقى دلوقتي على الواقع، يعني لو حد نازل من بيته يلبس تقيل ولا الجو كويس. اتفضلي يا سالة. يا صباح الخير يا نهاوند، ويا صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه في النشاط الرياضي، وطبعا الفريق الاول لكره القدم. بس خليني يا نهاوند يعني زي ما انت قلتي قبل ما اتكلم عن اخبار جميع الفرق الرياضيه، اطمن كل الساده المشاهدين على حاله الطقس والمرور، يعني طبعا الاماكن والمناطق القريبه من النادي الاهلي. يمكن انا كنت جايه من ناحيه يعني شارع الهرم وشارع مراد والعجوزة، الحالة المرورية يعني جيدة، في زحمة بسيطة ولكن يعني تعتبر حالة مرورية جيدة. كمان يعني الأماكن القريبة من النادي الأهلي زي الزمالك الدقي أيضا يعني الحالة المرورية يعني تعتبر جيدة، هي بس في زحمة بسيطة، لكن يعني طبعا اللي حابب إن هو ينزل في الفترة اللي حالية ويجي يعني يستمتع بوقته في النادي الأهلي مفيش أي مشكلة يقدر ينزل في التوقيت ده. بالنسبة لحالة الطقس يعني زي ما أنت برضه شفتي أنا هوند وزي ما أنت شفت يا كريم من حالة الطقس النهاردة يعني تعتبر جيدة أيضا، يعني برد قوي ولا يعني درجة الحرارة مرتفعة، يعني تعتبر درجة الحرارة جيدة يقدر أي حد إن هو ينزل يعني ويجي النادي في الفترة الصباحية وأيضا يستمتع بالأجواء هنا في النادي الأهلي. خليني بقى أنتقل وأروح لجميع أخبار الفرق الرياضية والفريق الأول لكرة القدم، وهبتدي بأخبار يعني بخصوص الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. ويعني بعد مباراة طلائع الجيش والمران الاستشفائي امبارح، قرر يعني مستر بيتسو موسيماني إن هو يمنح لاعبين النادي الأهلي راحة سلبية النهاردة من التدريبات، وهيعودوا مرة أخرى يستأنفوا تدريباتهم بكرة إن شاء الله. التجمع هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 على ملعب مختار التيتش استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي فيدا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل إن شاء الله الساعة 9 مساء، على المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي. طبعا دي المباراة الثالثة من إجمالي 6 مباريات في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. بالنسبة لأخبار جميع الفرق في النشاط الرياضي، خليني كالعادة أبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن علي هاشم. النهاردة إن شاء الله لاعبات النادي الأهلي هيختموا استعداداتهم الساعة 7 بمقر النادي استعدادا لمواجهة نادي سبورتينج للمرة الثانية في نفس الأسبوع، يعني أول مرة كانت يوم السبت الماضي في نهائي بطولة كاس مصر، بكرة إن شاء الله هتكون في بطولة الدوري. المباراة هتقام على نفس الصالة اللي بتمر عليها دايما لاعبات النادي الأهلي وهي صالة الشهداء بمقر النادي الساعة 6. كمان بالنسبة لرجال السلة، وبعد مباراة امبارح أمام نادي الجزيرة واللي انتهت بفوز نادي الجزيرة على نادي الأهلي بنتيجة 81-77، والمباراة يعني شهدت عدد من الغيابات في صفوف النادي الأهلي زي إيهاب أمين واللي تعرض لكسر في الأنف أثناء تواجده مع منتخب مصر لكرة السلة في تونس، وأحمد حمدي واللي بيعاني من مزق في السمانة، وكمان يعني عمر طارق عبد الفضيل ومهيب، يعني كل اللاعبين دول بيتعرضوا يعني سوريا بيعانوا من اصابه، كلهم يعني من الاساسيين ومن اللعيبه الاساسيه دايما متواجده في التشكيله للفريق، كانوا كلهم يعني غايبين عن المباراه امبارح. كمان يعني قرر كابتن اشرف توفيق ان هو يمنح لاعبي النادي الاهلي النهارده راحه سلبيه من التدريبات، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره ان شاء الله الساعه 2 بمقر النادي استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6 عفوا على صالة الأمير عبد الله الفيصل اللي دايما بتمر عليها لاعبي النادي الأهلي بمقر النادي. كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة الطايرة في النادي الأهلي ورجال الطايرة وسيدات الطايرة أيضا، النهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بكرة إن شاء الله، التدريب هيكون مسائي. رجال الطايرة هيستعدوا لمواجهة نادي الداخلية يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6 على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في بطولة أيضا الدوري، وسيدات الطايرة هيواجهوا نادي السبورتينج يوم أيضا يوم الجمعة الساعة 4 على صالة الشهداء بمقر النادي.
استكمالا لاخبار جميع الفرق الرياضيه النهاوند، كمان خلينا نتكلم عن سيدات اليد. النهارده هيواصلوا تدريباتهم ايضا بشكل طبيعي استعدادا لمواجهه نادي مدينه نصر يوم الجمعه الساعه 6 على صاله نادي مدينه نصر في بطوله الدوري. ورجال اليد بعد مباراه سبورتنج يوم الجمعه الماضيه وراحه سلبيه لمده 3 ايام من يوم السبت ليوم الاثنين، هيعودوا النهارده ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي بمقر النادي استعدادا للمرحله المقبله واللي هتشهد يعني مباريات كتيره في الدور الثاني من بطوله الدوري. اول مباراه ان شاء الله النادي الاهلي هتكون امام نادي الطيران يوم الجمعه الساعه 6 وهتقام على صاله استاد القاهره الدولي. كل التوفيق لجميع الفرق الرياضيه في كل الالعاب، سله، طايره، يد، كمان الفريق الاول لكره القدم في مشواره في بطوله افريقيا والمباراه القادمه امام فيتا كلوب الكونغولي. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، ولا انا هعود مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا نهاوند، تفضلي. احنا بنشكرك جدا بجد يا سالا على التغطيه دي، اكثر من رائعه حقيقي، شكرا ليك. طيب من الزميل